إنها قديمة وجديدة في آن، وتدعى أوتسايدرز للمصممين السويسريين ليا جيربر وسامويل كواندي. بألعابهما القماشية المستعملة فازا بجائزة إعادة التدوير الألمانية للعام الجاري. لم نتوقع الفوز بالجائزة الأولى، لكن هذا ما حصل. أعتقد أن بإمكان أوتسايدرز أن تكون حاملة لفكرة أكبر، وهي أنه علينا أن نولي كوكبنا اهتماما أكبر، فبإمكان هذه الدمى أن تكون عنوانا لهذه الفكرة. نشأت الفكرة في عام 2010 وكانت وظيفة دراسية لموضوع البيئة والتصميم، وكان عليهما تصميم سجادة، لذا استخدما الدمى القماشية المستعملة، وقد دهش عند رؤية ما يوجد داخل الدمى. لم يكن هناك إقبال على شراء الدمى القماشية المستعملة، لذا كانت مكدسة في متاجر الأشياء المستعملة. ثم أدركنا أن بإمكاننا شراءها دون مشاكل وبيعها كمنتج جديد، وهكذا تحصل الدمى على حياة ثانية. بعد إنهاء الدراسة افتتح مع زميلين مصممين شركة فولفوكس في زوريخ عام 2010. فكرة عملهما كانت استخدام الأشياء التي يجدونها إلى جانب النفايات الصناعية وتحويلها إلى منتجات جديدة كهذا المصباح من جوارب النايلون. وهناك تصاميم أخرى استلهموها من الطبيعة. سامويل وليا يصممان الأثاث أيضاً، ويركزان في ذلك على موضوع الاستدامة. فهذا الرف مصنوع من مخلفات الخشب. تصميم هذا الكرسي سينزل إلى الأسواق في نهاية العام، لكن كل الاهتمام منصب الآن على أوتسايدرز. متحف مارتا الشهير للتصميم يعرض في هارفورد حالياً أعمالاً قدمت لجائزات التصميم وإعادة التدوير. رولاند نختيجيلر مدير المتحف الفني كان ضمن لجنة التحكيم الدولية المكونة من 10 أشخاص. أحياناً تكون الأهمية للتصميم، أي الشكل الخارجي، وأحياناً أخرى تكون الفكرة هي المهمة. لكن ما جعلنا نتخذ قرار منح هذه المجموعة الجائزة الأولى كان شعورنا بأن هذه الفكرة قريبة منا وناضجة ولها شكل خاص، وهو أمر لم نره بهذه الطريقة من قبل. زيارة المعرض في هارفورد ممكنة حتى الأول من نيسان أبريل، حيث ستنقل بعدها المجموعة إلى مدن أوروبية أخرى. تقدم لجائزة التصميم وإعادة التدوير هذا العام 600 شخص مبدع من أنحاء العالم، أي 10 أضعاف الذين تقدموا قبل 5 أعوام حين منحت الجائزة لأول مرة. أعتقد أن الجائزة تتطور بشكل مثير للاهتمام، فنحن نلاحظ أن موضوع إعادة التدوير البيئي يكتسب شكلا أنيقا ومنافسا في مجال التصميم. نعود إلى زوريخ، حيث ينتج سامويل كواندي وليا جيربر دمى أوتسايدرز حسب الطلب فقط. فكل دمية قماشية فريدة من نوعها، ويبلغ سعرها بين 40 و 50 يورو حسب الحجم. أما هدفهما التالي فهو إنتاج الدمى بالجملة. الفوز بالجائزة يعطي حافزا قويا للاستمرار في هذا العمل. الجائزة وقيمتها 2500 يورو سيستفيد منها المصممان الناشئان للتركيز على عملهما أكثر ولتطوير أفكار جديدة تثبت أن مخلفات الصناعات قد ينتج منها شيء جميل.